إن الجزائر انطلاقا من تطابق وجهات نظرها مع الدول هذه المجموعة هي حيث رؤية استراتيجية ومبادئ الأساسية تقدمت بترشحها لانضمام إليها من منطق إدراكها أن خيار تحالف وتكتل هو خيار سيادي واستراتيجي وتنموي من شأنه أن يشكل لبنة تضاف لأطر التعاون والشراكات القائمة مع مكونات المجتمع الدول الأخرى، إذ أخذت بلادي علما بالقرار الذي أعلن عنه اليوم قادة مجموعة البريكس القاضي بدعوة 6 دول جديدة لعضوية المجموعة كمرحلة الأولى، وتطلعهم لفتح المجال في المستقبل القريب للدول الأخرى. فإن قناعتنا تظل راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصدها الثري في مختلف المجالات، بالإضافة إلى موقعها الجيوستراتيجي، تقدم في مسعاها لعضوية مزايا جلية باقتصادها في التنوع والنمو التصاعدي بفضل طاقة شبانية خلاقة وموارد طبيعية وفيرة، وهي كلها عوامل تخلق فرص للتعاون المثمر داخل المجموعة.